بعد إعلان اختفائه لمدة 37 سنة العثور على جثة شخص يدعى تمراس مفتاح أحمد بضواحي دائرة سيلت بتمراس مختفي منذ حوالي 37 سنة أي منذ 87 تسعمائة ألف تم التعرف عليه من خلال رخصة السياق الخاصة به والتي وجدت في جيبه بالاضافه الى مجموعه قطع نقديه لم تعد متداوله حاليا القصه بتمرست والمختفي متوفي منذ 37 سنه